اليوم مسرور جدا باحتفالنا، مش احتفالنا ولكن بوقوفنا في قضية هذا اليوم، اليوم العالمي لمناضلة جرف البشر، خاصة أن هذا الموضوع خطير ويمس الإنسان في حميميته وفي صميمه وسلامته، في صميمه وسلامته البدنية والجسدية. شارك معنا الممثلون، شارك معنا الفنانون والموسيقيون، وهذه دفعة حتى ليصبح القانون لوحده هو الوسيلة المثلى لمناهضة هذا الفعل، بل كذلك إقناع من خلال وسائل الفن والإقناع الجميع بخطورة هذه الجريمة، وأن الجميع يجب أن يساهم للحد منها لأنها تمس المرأة والطفل. هذا اللقاء اليوم أكد من جديد بحضور الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أن المغرب يسير في اتجاه صحيح، وعلى أن هذه الجريمة إن شاء الله في المستقبل يبقى لها وجود، أن الإنسان المغربي، المرأة المغربية والطفل المغربي بالنسبة لنا مسؤولية الدولة، مسؤولية أمنها وسلامتها والبدنية والجسدية هي مسؤوليتنا جميعا، وأن المساهمة المجتمع والدولة والقانون في حمايتهم سيبقى هي الطريقة المثلى لحماية أبنائنا وأمهاتنا ونسائنا وطفلاتنا. كما لاحظتوا اليوم يعني كان احتفاء باليوم العالمي لمناهضة التجارة بالبشر، اللي هو مناسبة سنوية يعني يتم عقدها لطرح هذا الموضوع من زوايا مختلفة. الشعار والتيمة المعتمدة خلال هذه السنة هو دور الفن كقوة ناعمة في التحسيس والوقاية من الجريمة ديال التجارة البشر. واللجنة الوطنية المغربية يعني في هذا الإطار وبشراكة مع مكتب الأمم المتحدة يعني تم يعني اللجوء الى خبرات والممارسات الفضلى المعتمده في هذا الاطار، يعني في اطار النهج المعتمده في الوقايه من جريمه تجار البشر. وكان كما لاحظتوا يعني اعتماد يعني نوعين من الفن، اللي هو الرسم والمسرح، لتقريب الظاهره للمواطنين، بحيث كان هناك اتفاق مع جمعيه دار الوان من خلال يعني قيام عديد من الفنانين بواحد الرسومات ولوحات تعبر عن ظاهرة التجار البشر من زوايا مختلفة، وأيضا من خلال الاتفاق اللي كان مع جمعية إيسيل للفن والمسرح. And today we are here together with the Ministry of Justice in celebration of the yearly World Human Trafficking Day. This World Human Trafficking Day has been observed more than 10 years and we have a campaign which is called the Blue Heart Campaign that we use to raise awareness on human trafficking and the suffering of the human trafficking victims all over the world. We are very happy that Morocco has adopted the Blue Heart Campaign 3 years ago, and since then we have been organizing and celebrating similar events. This time you have seen we have invited the arts, Les Belles Arts, to celebrate, to observe, better said, to observe the Human Trafficking Day, because we know that the arts have a different way of reaching out to the people and reaching the awareness of people. So you will see here a lot of paintings and sculptures that reflect and that describe the suffering of what is human trafficking, the exploitation of people and their suffering. And I think this will help to raise the awareness on human trafficking in the Moroccan society.